الفنان عماد الخنازرة من غور الصافي في محافظة الكرك يقدم فنه للجمهور من خلال عزفه على العود وغنائه العذب والصافي. فالخنازرة يختار غناء الطرب الأصيل والأغنية التي يطلبها الجمهور بشكل متمكن، مما جعل له جمهور كبير يتابعه في داخل وخارج الوطن. الخنازرة يشارك في المهرجانات المحلية والمناسبات الخاصة ويقدم فنه الذي يلاقي استحسان الجمهور ويروق له الطرب الأصيل الذي يقدمه الخنازرة باللحن والصوت الجميل. الخنازرة يقدم فنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بث مباشر يتفاعل معه محبو المطرب الخنازرة ويلبي طلباتهم التي تذهب دوما نحو الأغنية ذات الدلالة الراقية في الكلمة واللحن الجميل. صار الحين ما هو بس اقوال، جانا مرض ينقال اسمه كورونا. الوضع صار الحين. الخنازرة غنى للعاطلين عن العمل، واهتمت وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية بهذه الأغنية السلمية التي تطالب بتوظيف الشباب في شركات غور الصافي والتخفيف من الفقر والبطالة. يا ابو تاس يا برومي بدنا تشغلوا متعاطلين، يا ابو تاس يا برومي بدنا تشغلوا متعاطلين، احسن ما نسوي اعتصام نقعد على ابواب كل اثنين، احسن ما نسوي اعتصام نقعد على ابواب كل اثنين. بابتسامته الدائمة يتواصل مع معجبيه حيث لا يبخل عليهم بصوته وعزفه الرائع على العود. قصيدة للشاعر أكرم مجبور صخري، لحن وغناء عماد الخنازرة. النائب بالمجلس نام، جيبوا له فرش وحرام، غنوا له طير الحمام بلكي يصحى من نومه. نايم من كثر التشريع وللحكومة دوم مطيع، لو وافق رايه سريع بالمجلس هذا علومه. الفنان عماد الخنازرة فنان يحتاج إلى دعم إنتاجه الفني من خلال وزارة الثقافة والجهات المعنية، فهو صوت جميل له بصمته الواضحة على الساحة الغنائية المحلية. يلا حبيبي تقرير محمد لهوي.